بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 ان سي شارب. هناخد دلوقتي خامس كنترول ضمن الجروب اللي احنا شغالين فيه حاليا، وهو الكونتينرز جروب. كنا خلصنا الفلو لاي اوت بانل والجروب بوكس البانل التاب كنترول. هنتكلم دلوقتي عن الاسبليتر كنترول كونتينر. الاسبليتر كونتينر ببساطة شباب هو حاجة ممكن تقسم لك الشاشة بتاعتك لقسمين او اكتر، يعني ممكن اعمل تداخل عشان بعض الناس بتقول هو السبليتر ما بيعملش غير انقسام واحد، وممكن الانقسام ده يكون فيرتيكال او هوريزونتال. تعالى مع بعض كده نعمل نيو بروجكت هنسميه سبليتر ديمو. هيكون من نوع ويندوز ابلكيشن. الشاشة بتاعتي قدامك اهي. لو انا او طبعا كل موضوع الكونتينرز داخل ناحيه الديزاين شويه او المحتويات، يعني انا لو جيت على الجروب بتاعه بتاع اسف الكونتينرز وبدات اسحب سبليتر كونتينرز، اسملي الشاشه بتاعتي عباره عن ايه؟ قسمين. طبعا القسمين دول انا اللي بتحكم فيهم. ممكن يبقى القسم بتاعي الاول مثلا ناخد حاجه زي الدايركشن اللي هي الاورينتيشن. هاجي هنا ادور على اورينتيشن، هتلاقي في عندك حاجه اسمها فيرتيكال. لو انا غيرتها وخليتها هوريزونتال بقى الانقسام بتاعي راسي مش او افقي مش راسي. تمام، هنستفاد بالمعلومه ديت. تعالى ارجعها زي ما كانت فيرتيكال. طيب ايه اللي ممكن استفيده من الديزاين في الحاجه دي؟ في حين ان انا ممكن اعدل وضع الديزاين بتاعي في الران تايم، يعني انا شايف الخط ده انا ممكن اقلل وازود زي ما انا عايز. حتة التقليل والزيادة مع تكبير مساحة الفورم بتقابلها بعض المشاكل، يعني على سبيل المثال وطبعا في بروبرتي لحل المشكلة زي ديت. لو أنا جيت هنا كده يا شباب ورحت جاي مزود زرار، الزرار ده هنا تمام، لما أبدأ أعمل رن وأصغر حجم الشاشة بتاعتي الزرار ماله؟ اختفى صح؟ لأ، أنا عايز الزرار يطلع مع التصغير ده. هو اختفى لانه مرتبط بحاجه ضمن الكونتينر اللي هو شايله، اللي هو طبعا لو خدنا بالنا الكنترول كله اسمه ايه يا شباب؟ سبليتر كونتينر، بس هو بيحتوي على تو بانل، حاجه اسمها سبليتر كونتينر بانل 1 وسبليتر كونتينر بانل ايه؟ بانل 2. تمام، انا لو جيت على الزرار ده وغيرت خاصيه فيه اللي هي الانكور وخليت الارتباط بتاعه بدل توب وليفت، لا يبقى بوتوم وليفت. يعني انا هنا غيرته بقى بوتوم ايه؟ بوتوم ليفت. بوتوم ليفت يعني ايه؟ يحافظ على التباعد مع ما بينه وما بين البوتوم، بص او الجزء اللي تحت. بص لما بصغر ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ بقى بيطلع معايا ومحافظ على البعد بتاعه. لو انا خليته التباعد بتاعه يحافظ على ناحية الرايت مش الليفت، بص النتيجة هتكون ايه؟ انا المفترض لما اتحرك كده هو ثابت، انت ما انتش حاسس بشكل، بس انا هنا وقفت اهو، هنا حصل وقف. ليه؟ لان ما اقدرش ازود اكتر من كده. تمام، دي كانت البروبرتي اللي احنا اشتغلنا عليها. طيب خلي بالك عشان الموضوع ده هيرجع معايا. طيب انا عايز اعمل شكل استفاد بيه بالسبليتر اللي قسم لي الشاشة، واليوزر ينفع يعمل ريسايزنج للكونتينرز دي. تعالى هنا نحط سبليتر تاني جوه بانل 2، يعني انا هسحب سبليتر كونتينر هرميه جوه بانل 2 وهغير الدايركشن بتاع السبليتر 2، هخليه الاورينتيشن بتاعه هوريزونتال. فبقى عندي ايه؟ انقسامين هم وانقسام هنا. خلي بالك لما عملت رن يظهر واحد بس اللي هو المين. هلا طب والتاني؟ لو انا اتحركت كده هيظهر عندي المؤشر بتاع الريسايزنج بتاعه، فيبدا يديني ريسايزنج لو. طبعا علشان اوضح حاجه زي كده ممكن اعمل حاجه بسيطه قوي، اجي على ده واخلي البوردر ستايل بتاعه البانل نفسه مفيش باك جراوند كلر. طيب انا هحاول اظبطها من الكونتينر، او ممكن نزود عليه تول اي كنترول. تعالى نعمل شكل يوضح لي التقسيمه والران تايم بتاعها.
لو انا جيت من داتا كده واخترت حاجه زي الداتا جريد فيو هيبقى لنا كلام عنها، وديت شبكه لعرض البيانات حطيتها جوه البانل 2 اللي تحت ده. في خاصيه عندي هنا زي ما اتفقنا قبل كده ان انا ممكن اقول له اعمل لي دوك ان اي بيرنت كونتينر، فهيبقى بمال الاحتواء بتاعه. طيب جبت زرارين وبدات احطهم هنا، ده الزرار وواحد زيه، وبدات احطهم هنا. تخيل بقى ان ده سيف واديت وابديت، وعندي شويه تكستات مثلا، تعالى هنا نرمي شويه تكست على شويه ليبل كانها شاشه تسجيل مثلا. لو افترضنا ان ديت شاشه تسجيل، تمام. طيب هنا رحت جاي حاطط كنترول هنتكلم عليها قريب، حاجه اسمها لاست فيو، وخليت برضك الاحتواء بتاعها كامل، وعملت اد ايتم لها، بلاش الليست فيو خليها 3 هيبقى شكلها احلى، 3 فيو، وهنعرف طبعا الفرق ما بين الاتنين. نفس القصه هاجي هنا واديت، دي حاجه عامله زي الاكسبلور كده، حاجه منبثقه من حاجه، منبثقه من حاجه، نوت وروت وشايلد وحاجات كده. طيب ده الشكل بتاعي. لو انا عملت ران بقى اليوزر عنده امكانية انه يريسايزنج هنا، هل او يريسايزنج هنا براحته خالص، تمام. طيب بس انا ظهرت معايا مشكلة ان انا لما عملت ريسايز تحت الاتنين دول اختفوا. اه ما احنا حليناه، قلنا دلوقتي نبدأ نربط الاتنين دول بالكونتينر بتاعه من خلال الانكور، مش بالطب لا بالبوتوم، لان التصغير هيجيله من ناحية البوتوم، فانا عايزه يبقى ثابت مرتبط بالبوتوم بتاعه. لما اعمل رن وابدأ ان انا اعمل تصغير، لا برضو يبقى انا مسيب او مسيبش هو، لان انا ضغطت حاجة غلط. هنعمل بوتوم ونشيل الرايت كده اراها اهو، تعال نعمل سيف، ما كانش يقراها المرة اللي فاتت. تعال نعمل ران، نسحب كده الزرارين بيكملوا معايا. طب ما هو الزرارين بيكملوا بس بيقفوا مع مين؟ مع التكستات. برضو هاجي على التكستات وابدأ اظبط الكلام ده بحيث ان هي تبقى الانكر بتاعها ناحية البوتوم مش ناحية التوب، تمام. وهحط هنا تشيك بوكس، هتشوف ان انا هستفاد بالشاشة دي، تمام. هقول له في التشيك بوكس ده التايتل بتاعه او التكست شو، كويس. خلينا نحط الزرارين دول هنا ونحط التكستات الناحية دي وناخد شو بس هو اللي يبقى هنا. انت بدأت تعرض الفورمة بتاعك، عايز لما اضغط شو المكان ده يختفي او يظهر. طيب سهل، المكان ده اسمه ايه؟ اسمه سبليتر كونتينر 1 دوت بانل 1. يعني ايه؟ بص، مش ده كان بانل الاثنين اللي هو الجزء ده، تعالى حتى ارسمها لك بسرعه كده. ده كان السبليتر بانل الاولاني، وده كان البانل الثاني، بانل 1 بانل 2. وبعدين احنا جينا واحنا جايين عاملين ايه؟ قسمنا ده، فبقى عندي بانل 1 بس تبع السبليتر 2 وبانل 2 تبع السبليتر 2. اما ده السبليتر 1 وده السبليتر 1. في عندي امر اسمه كولابس. كولابس معناه ان انت ممكن تعمل لي اغلاق لحاجة، تقفل دي مثلا لاني ما اناش محتاجها دلوقتي معايا. على سبيل المثال انا بعمل اد دلوقتي، ايه اللي يخليني اظهر ده؟ فانا ممكن اشتغل على التشيك بوكس ده. تعال بقى نكتب الكود بتاعنا بالراحة كده. فهبدأ اقول له طبعا فكرة الهوريزونتال والفيرتيكال بقت معروفة من خلال البروبرتي. هبدأ اقول له سبليتر 1، انا عندي سبليتر كونتينر 1 وكونتينر 2، انا عايز 1 دوت البانل 1 دوت كولابس
بانل 1 كولابسد حاجة على بعضها تمام ايكوال ترو او فولس تمام. انا عايز بس اوريها لك، تعالى نعمل ران كده. لو انا جيت هنا ورحت عامل كده مفيش اي تأثير ليه، بانل 1 كولابس. طيب تعالى تعالى اعملها بطريقة تانية، نط الكلام ده معناها خد قيمته لو انت بشو بترو خليها فولس، ولو بفولس خليها ترو. تعالى نعمل ران. لو بدأت اعمل تشيك كده ملاحظ ايه اللي حصل، الشاشة بتاعتي بقت للاد بس، ان انا بقى اد، فتبقى الداتا هتتحط هنا مثلا وهتضاف عندي تحت في الجريدايه. لو شلت دي يبدأ يظهر لي العناصر اللي انا ضفتها، مثلا لو انا بضيفها بشكل جريدايه يبقى انا بقى عندي امكانية ان الشاشة بتاعتي الواحدة ينفع يبقى فيها انقسامات. لا وكمان وانا شغال ممكن اجي على الانقسام وازود اقلل زي ما انا عايز. ملاحظ ان البوتوم بدأت ايه تتحرك معايا لانها ثابته من ناحيه الايه الليفت. لا انا ممكن بقى بما اني غيرت الدايركشن بتاعها اجي هنا واقول له الانكور بتاعك، دي من الدوال المهمه اللي احنا او البروبات المهمه، هيبقى مرتبط ناحيه الليفت الرايت والداون. فانت لو جيت انا قللت حجمك كده هتتحرك معايا، لو زودت حجمك هتتحرك معايا. فديت بقت حاجة كويسة قوي، وحتى ما بقوش بيظهروا في النص، بقوا حافظين على ايه التباعد بتاعهم من ناحية الحافة اليمين او الرايت. بكده يبقى انا وضحت لك مبدئيا فكرة السبليتر كونتينر هنشتغل بيها اشكال زي اللي احنا عملناها ديت. امكانية ان انت تبقى دايناميك في حتة الديزاين بتاعك دي مهمة جدا، يعني عايزك تجرب عليها، ولو في اي اسئلة يا ريت تبعتها لي. بكده يبقى احنا خلصنا كمان ديسبليتر كونتينر، فاضل لنا ايتم واحد وهو التيبل لاي اوت بانل. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقية الفيديوهات اللي هنعملها على القناة. خليك ايجابي، ما تخليش المعلومة تقف عندك، شير في الخير. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.